تجي جبار طبعا كان صفيدة التصفية كان صفيدة الرمي بيكون سهل ترمي سهل عشان كده ما بتترمي عشان كان صفيدة كده تصفيها شوية شوية واحد 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 وبعدين ترميها بتقبض اي سمك مش اي نوع من أي السمك سمك هاي طبعا كان لقيت جبادة ميتة تقوم شنو تغيرها تقبض أي سمك كبير صغير أي سمك بدون طعام بدون طعم هاي إجيل كبروس بياد بلتايا قرقور زمار خشم جميع الأسماك ده اسمه الجوجو ولا عنده اسم تاني؟ ده اسمه جوجو هاي جوجو وده اللي بسوي ده بيقول له اسمه كولانجيت بالروتانة هاي ده كولانجي بالروتانة هاي بيكون قاعد في البحر طوال بيته قبل؟ بيكون قاعد في البحر ممكن يقوى الشهر شهرين طبعا بيزيته بس ده عنده زيت عنده زيت مش؟ هاي كان زيتناه ما بيتسكر سريع ما لو صادف تمساح بيقبضه؟ هاي لو صادف تمساح بيقبضه والتمساح ده مع الجبار ده بيموت نص ساعة بس عشان جبار بتلفه بتلف خشمه مين يشرب موية تاني خلاص بيموت نص ساعة ساعة بيموت الجو طولت في القطينة هاي طولنا في القطينة يعني زي كم؟ هذا كم شهر كده منا زيادة منا زيادة شغالين بس إلا فترة بسيط نمشي الحلة أخذ لنا 3 4 يوم 5 يوم تجي راجعين الجو بيكون في الموية يلا تمام. بيتوسع